السلام عليكم. الهاشمي صبي 23 سنة من الجزائر، طالب بيطرة سنة الخامسة. أود المشاركة في الفيديو الخاص بالصيف العربي لأطرح انشغالي وطموحي. طموحي يتمثل في أن يكون الربيع الذي ينشده الجميع أن يكون ربيع بثورة علمية وثورة تكنولوجية لكي ننزع غيوم الجهل والظلام وكل صور التخلف التي نعيشها يوميا ولنا نعيش على هامش الحضارة. أتمنى ذلك من كل أعماق قلبي وأن نقوم بثورة علمية وأن تكون نيتنا صادقة ونضع اليد في اليد. أتمنى الخير لبلاد الجزائر وكل الدول العربية. سلام.